نقاش مفتوح حول الهجرة يشارك فيه فاعلون مختلفون لطرح أهم الرؤى وبلوراتها كسياسات للحكامة المحلية على أرض الواقع. دور الفاعلين المحليين في مجال الهجرة كان محورا مهما ضمن فعاليات المنتدى، عاكسا الجهود المبذولة من قبل المغرب لتحصيل سياسات الهجرة ودعم الاندماج. ولا تقليد عندنا ديال المنتدى كل سنه باش اغناء التفكير وكذلك فتح النقاش والحوار، دائما نأملوا الى الوصول الى الاحسن. الحكومه المغربيه تقوم بعمل جيد للاطلاع بدور طلائعي في رؤيتها لهجره خارج الحدود عبر مقاربات حكوميه مندمجه وعبر قانونها الجديد للهجره. دول اخرى كثيره مدعوه الى فعل نفس الشيء. جمعيات المجتمع المدني لها دور وموقع ضمن استراتيجية الوطنية للهجرة. هذه السيدة تحضر اليوم مدعومة بتجربتها في مجال إدماج أطفال المهاجرين عبر برنامج التربية غير النظامية الذي تشرف عليه جمعيتها. خمسة سوايع في النهار من 8:30 للوحدة كيقراو شاك ما كل صباح كيقراو ثلاثة المواد، وداخل هذه المواد كاين مواد تفتح، كاين أنشطة موازية. داخل الفصل يبلي أطفال المهاجرين لتعلم مبادئ اللغة العربية، ما يسمح لهم بالاندماج سريعا داخل المنظومة التربوية ومواصلة دراستهم بشكل طبيعي. كنقرأ العربية الرياضيات والفرنسية. والله كنعلمو مزيان شويه شويه، انا كنعلم العربيه كحاجي في الاول ما كانش مع العربيه، ولكن دابا كندوي مزيان بالعربيه. كتعلمنا وسط بزاف ديال الحاجه الاعراب وديكتي اون عرب، بزاف ديال الحاجه كنتعلمو. بينما يجري على أرض الواقع من جهود لإدماج المهاجرين وما يتم تداوله داخل المنتدى السنوي للهجرة، مسافة قصيرة من التأمل لتطوير القوانين وخلق واقع جديد يكون فيه المهاجرون قادرون على المساهمة في بناء المجتمع والخروج من العزلة التي تفرضها فوارق اللغة والثقافة.